تقف المملكة بجهاتها المعنية والمختصة على ضمان سلامة وخدمة ضيوف الرحمن وكذلك الزائرين من داخل المملكة وخارجها. هنا في المنطقة المركزية يقوم الدفاع المدني بجولاته التفتيشية المجدولة والغير مجدولة كذلك على الفنادق وكذلك بيوت الأيواء لضمان سلامة وحماية الزائرين. أعمالنا اليومية المنفذة لخطة السلامة في منطقة المركزية في المنطقة المسجد النبوي الشريف والمناطق المحيطة به للتأكد من سلامة الزوار والتأكد من توفر متطلبات السلامة ولله الحمد لجميع قاطنين هذه المنطقة. ما بين الخطة التشغيلية والتنفيذية في هذا الشهر المبارك كواليس تقف على أعتابها جهود كرست لنجاح موسم العمرة والزيارة. اليوم نقف على أحد المنشآت الخاضعة للإشراف الوقائي في المنطقة المركزية بالمدينة المنورة، وهذا ضمن الخطط المجدولة لشهر رمضان المبارك. في جولة مع مسؤولي السلامة بالدفاع المدني رصدنا معهم أهمية التأكد من جاهزية الأنظمة ومتطلبات السلامة وصيانة كل ما يحيد عن أمن وسلامة النزيل. نحن الآن بغرفة التحكم الرئيسية يتم التشيك على لوحة التحكم الرئيسية وجميع الأنظمة الموجودة بالمبنى المربوطة على لوحة التحكم الرئيسية، وكذلك تشيك على نظام الإخماد بغرفة التحكم الرئيسية. للأخبارية فدوى مطبقان.